كسابقه بالنجاح التام، نجاح يبرزه من خلال تحكم أطقم الغواصتين في جميع مراحل التنفيذ وإصابة الأهداف بدقة عالية. بعدها ورفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، التقى السيد الفريق بإطار توجيهية بثت إلى جميع الوحدات بإقليم الاختصاص عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد. أكد فيها أنه أسدى المصالح الأمنية للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطنية. مليون شهيد.